معانا عبر الهاتف الأستاذ أحمد سعيد الصحفي الرياضي، وعبر سكايب الأستاذ هشام رمرام الصحفي الرياضي من المغرب. أستاذ أحمد سعيد أهلا بحضرتك، وتقييمك للأداء المنتخب المصري في أولى مبارياته في كأس العرب أمام منتخب لبنان. الفل أستاذ سعيد، يمكن النهاردة الأداء كان مخيب للأمال بشكل كبير، بس أنا مش عايز الناس تاخد الموضوع على أساس إن دي تجربة يخرجوا منها بنتيجه على كارلوس كروش كمدرب. الراجل لسه مستلم مهمته ما كملش شهرين، يمكن ادى جزء اول كبير من مهمته ان هو وصلنا للمرحله النهائيه لتصفيات كاس العالم. بطوله كاس العرب بالنسبه للمنتخبات، معظم المنتخبات الكبيره مشاركه فيها لتجربه المحليين. اعتقد الراجل بيجرب اكتر من لاعب. احنا ما عندناش وقت للتجربه يا استاذ احمد، احنا لسه هنجرب. خلاص ماتشات التصفيات خلاص. صحيح، التصفيات هتبقى في شهر 6 اللي جاي، وعندك امم افريقيا في شهر 1. عندنا مهمه ثقيله جدا سواء في امم افريقيا او في تصفيات كاس العالم. اعتقد الراجل عارف ده كويس. عدم وجود المحترفين اكيد لما يكون عندك غياب زي محمد صلاح، زي النني، زي مرموش، زي احمد ياسر ريان، كل دي لعيبه معظمها بيلعبوا، او كمان تريزيجيه باذن الله الفتره الجايه موجود. فاعتقد الشكل الهجومي بتاع منتخب مصر هيبقى مختلف تماما. انت بتتكلم بنفسك، شفت النهارده الماتش قدام لبنان، الناس ما شكلوش اي خطر علينا. التحدي الحقيقي في البطوله دي هيبقى ماتش الجزائر. لكن انا مش عايز الناس تحكم على كارلوس كروش مبكرا، لان الراجل ده السي في بتاعه بيتكلم عنه اسم تقيل، اسم عنده خبرات كبيره لما يدرب مع فيكسون في مانشستر يونايتد، لما يدرب ريال مدريد، لما يدرب منتخب البرتغال. فاعتقد ان الراجل هو تاريخه على عيني وراسي. انا ليا الاداء على الارض، وما يطلع بهذا الاداء الباهت ويطلع يقول لك انا سعيد بقتال المنتخب امام لبنان. قتال ايه؟ هو كان في قتال؟ لا، ما هو دي تصريحات يا سيد، دي تصريحات لتحفيز اللعيبه. ما ينفعش انا لسه ببتدي في البطوله اول مباراه ليا يطلع يقول ان انا ادائي كان سيء او اداء اللعيبه ما كانش موفق، مع وهو عارف ان معظم اللعيبه اللي موجوده معاه دي ممكن ناس كتير تكون ما كانوش موجودين في المنتخب قبل كده. انا عندي تحفظات مثلا على مروان حمدي، لاعب سيء جدا ما بيقدمش اي حلول، وصنع فيصل ليه خده يعني اسامي كتيره موجوده في المنتخب ما ادتش الناتج ومش هتدي الناتج لان امكانياتها محدوده. لكن هو الراجل الخامات اللي عنده بيعتمد عليها. يمكن كلنا مستغربين مثلا رمضان صبحي، ليه رمضان صبحي، طارق حامد، بعض الاسامي اللي كانت المفروض تبقى موجوده. لكن على ارض الملعب احنا بنتكلم على التشكيله الموجوده معاه، الناس ادت، فازوا بالماتش. فوز ضعيف وفوز لا يرضي الجماهير المصريه، سواء اللي كانوا حاضرين الماتش في الدوحه او اللي كانوا بيتفرجوا على المباراه من خلف الشاشات. لكن انا طيب، في الاخر بقول ان دي بطوله تحضيريه لامم افريقيا شهر يناير القادم. طيب احنا معانا برضو الاستاذ هشام رمرام الصحفي الرياضي المغربي. استاذ هشام مرحبا بيك، ويمكن شفنا اداء المنتخبات الشقيقه سواء الجزائر، تونس، المغرب، نتائج كلها حتى تبدو مبشره ومشجعه وفي تقدير كتير طبيعيه. يعني ما الجزائر فين النتائج؟ هات كده. البحرين مع الكويت 2-0 ماشي، تونس 5-1 لموريتانيا شيء طبيعي، العراق وعمان 1-1، قطر البحرين 1-0، الامارات وسوريا 2-1، الجزائر مع السودان 4-0، المغرب وفلسطين 4-0. النتائج للمنتخبات الإفريقية والعربية زي الجزائر والمغرب وتونس أداء هقول لك طبيعي، لأن ده المستوى المعهود والفريق المنافس مش بالقوة المضاهية. ليه بدأ منتخب مصر بهذا الأداء ويتغلب على المنتخب اللبناني الشقيق السهل من المفترض أمام مصر بهذه الصعوبة؟ مساء الخير. ربما أتفهم يعني الاستياء، ربما نتيجة أداء المنتخب المصري، لكن أعتقد بأنه أهم شيء هو تدبير بطولة من خلال النتيجة. المباريات الأولى في مثل هذه البطولات هي مفتاح أي نجاح ربما يعقب هذه المباريات. وأعتقد أن المنتخب المصري بالفعل أنه خلف استياء من ناحية الأداء. ربما الاستياء يأتي من القلق لأنه مقبل على دخول نهائيات كأس العالم، والمنتخب أعتقد بأنه ليس له فرص كثيرة ليكون مجتمع وليجري مباريات كثيرة، وبالتالي فالبطولة تكون مناسبة ربما لخلق ذلك الانسجام وتقوية لحمة الفريق. بطبيعة الحال فالأهم الآن بالنسبة للمنتخب المصري هو تحقيق الفوز، 3 نقاط،
لكن أعتقد بأنه من المشروع جدا أنه تطرح تساؤلات حول أسلوب لاعب، حول طريقة تدبير للمباراة. ولكن بالنسبة لأي مدرب محترف خاصة من قيمة كيروش، فهو ربما سيرد على هذا الاستياء بأنه حقق الأهم والفوز. فالمنتخب عندما يفوز بالنسبة له وبالنسبة لكثير من المدربين أنه عندما يفوز لا يمكن أن يفوز أي منتخب إلا نتيجة أداء معين. هو ده كله مفهوم، بس هنا في ظل هذا الأداء، يعني أنت شفت أكيد تابعت مثلا ماتش الجزائر وشفت ماتش مصر مع لبنان، واحنا هنلعب الجزائر الماتش اللي جاي، تعتقد كل مباراه ليها ظروفها يعني، او اللي بعد الجاي بطبيعتها تعتقد النتيجه هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هو اعتقد ان المقارنات بعض الاحيان تكون قاسيه، وربما هي التي تخلف ذلك الاستياء. فحتى في التجارب الدوليه هناك منتخبات بدات كاس العالم بهزيمه وانتصرت في الاخير بالكاس. فاعتقد بانه الاساسي الان هو انه منتخب مصر ربما يحقق التاهل في المباراه الثانيه، وهذا شيء ايجابي جدا. لكن الحكم النهائي عليه يجب على الأقل انتظار إجراء 3 مباريات في المجموعة الأولى، وربما يمكن أنه الحكم النهائي، لأنه في حال لم يتطور المنتخب فهنا سيطرح مشكل. أما إمكانية أنه ظهور منتخب بشكل آخر أو بصورة أخرى فهي واردة جدا. لا ننسى أنه غياب أبرز نجوم المنتخب، فهذه كل أشياء تؤثر، ولكن أعتقد بأنه الأساسي هو أن يكون الحكم يعني صائب ويكون في محل. نعم، يعني أستاذ أحمد، بعض الناس هنا بتقول صح، هو من حقه يجرب وبتاع، بس في لاعبين في مشكلة، في ممكن يكونوا هم مميزين على الصعيد المحلي، لكن المباريات الدولية مفيش إحساس بيها، يعني باستثناء أحمد فتوح رغم أنه لاعب محلي إلا أنه عنده إحساس دولي ولعب ماتشات أولمبياد كتير وجاب ركلة الجزاء. بس في لاعبين الناس بتقول ان لا، في مشكله، يعني مثلا مصطفى فتحي هو متميز جدا مع الزمالك الا ان اداؤه كان باهت جدا في الماتش ده مع المنتخب. بتتكلم على مروان حمدي، بتتكلم على مهند لاشين، في لاعبين دون المستوى. ليه احنا بنجازف بهذه الامكانيات اللي ممكن تكون متميزه في الشان المحلي، لكن الماتشات الدوليه واحنا ما عندناش رفاهيه التجريب في الوقت زي ما اشرت قبل كده؟ ما هو الراجل مجبر على ده، لانه زي ما قلت لك العناصر الموجوده، العناصر المحترفه الموجوده مش متاحه في البطوله دي، فهو مجبر ان هو يجرب عناصر جديده ويدخل عناصر جديده. انت قلت مصطفى فتحي، مصطفى فتحي متالق جدا مع الزمالك، وحتى في لقاء القمه شفنا مستواه لما نزل قلب الماتش شويه لصالح الزمالك. اعتقد ان هو هيطلع بفكره شامله عن اللعيبه اللي يقدر يعتمد عليها الفتره اللي جايه في بطوله امم افريقيا. فاحنا مش عايزين نحمل الراجل اكتر مما يتحمل. الراجل جرب اسماء، الناس كلها معظم الاسماء دي من الناس متفقه عليها ان هم نجوم ومتالقين في الدوري المحلي، وهي البطوله بتعتمد في الاساس على اللعيبه المحليين. الحساب يبقى بعد البطوله نشوف الراجل ده عمل ايه. لسه عنده ماتش السودان، عنده ماتش الجزائر، اعتقد ان منتخب مصر هيوصل بسهوله جدا لدور الثمانيه. بعد دور الثمانيه هيبدا بقى المستوى يبان، لان خروج المغلوب بيوضح اكتر فكر المدرب غير المجموعات. المجموعات انت عندك فرصه واثنين وثلاثه بتقدر تلعب، بتقدر تجرب، لكن في مباريات خروج المغلوب بيقدر بقى ساعتها نشوف تكتيك كارلوس كروش ومباراه المصريه. ايوه، بس في حاجات بتديك مؤشر، ما هو انت برضو محتاج مش هنحكم في الاخر، بس حاجه بتديك مؤشر. يعني مثلا فكره التاخر جدا في التغيير، يعني يستنى لحد الدقيقه 66 علشان ينزل زيزو مكان مروان حمدي. طيب، ما بعض الناس هنا بيقول لك انه ما هو التاخر ده في نهايه المطاف مع فرق كبيره بقى زي اللي جايه بعد كده او حتى في التصفيات هيبقى شيء مش في مصلحه المنتخب، وبالتالي دي قراءه هنا لعقليه الراجل ده. ما فيش حد بيكلمه من الجهاز المعاون، ولا هو الراجل بينفرد بقراراته، ولا ايه الحكايه؟ لا اعتقد كابتن ضياء وكابتن محمد شوقي متداخلين كتير جدا في التشكيلات وفي الخطط، وده هيبان المباريات اللي جايه. في مدارس في قصه التغيير دي، في مدربين بيأخروا التغييرات شويه عشان يدوا الفرصه الكامله للموجودين في ارض الملعب يطلعوا اقصى ما عندهم. دي مدارس، دي عقليات. فبرضه زي ما قلت لك احنا لسه في البدايه، لسه شفنا اول ماتش الاداء مش عاجبنا، خدنا 3 نقط. ماتش السودان يوضح اكتر الرؤيه بالنسبه لنا. على مدار البطوله نقدر نكون فكره عن تصرفات كارلوس كروش، تكتيكاته، تغييراته، اداؤه، اداء المنتخب معاه. زي ما قلت لك هو حقق المطلوب منه في اول ماتشين او اول 3 مباريات قاد فيهم المنتخب للتصفيات المرحله النهائيه لتصفيات كاس العالم. عنده كاس العرب، من بعد كاس العرب نقدر نقول الراجل ده عمل ايه واختار مين ومين اللي يصلح
للتكمله، ومين اللي يروح يقدر يروح لامم افريقيا وناخده بعد كده في تصفيات كاس العالم المرحله النهائيه. فاحنا برضو مش عايزين برضو الموضوع يبقى فيه ضغط اعلامي على الراجل من البدايه، لانك انت المدربين الاجانب وخصوصا المدرسه البرتغاليه زي مورينيو زي كروش كلهم مدرسه واحده، بيبقوا عندهم شويه عند شويه، لما بيلاقي الاعلام رايح في سكه معينه وبيضغط عليه هو بيعمل بيعند. هو دي المدرسه البرتغاليه في التفكير في بالذات خصوصا المدربين في الفتره الاخيره. فاعتقد ان الراجل ياخد فرصته كامله بعد كاس العرب نقدر نحلل. واحنا موعودين بالعناديين حتى في الكوره احمد. ماشي. للاسف للاسف. شكرا جزيلا استاذ احمد سعيد الصحفي الرياضي، وعبر سكايب الاستاذ هشام رمرام الصحفي الرياضي المغربي. شكرا جزيلا لكم وربنا يستر ناخد كاس العرب بالشكل. احنا هنسمع كلامهم وهنستنى هنشوف الوضع هيبقى عامل ازاي في الماتشات اللي جايه، طالما هو عندي